أسعد الله مساءكم، معكم مارلين تدرس وضيفي على القاهرة في المنفى للمرة الثانية. هو الفنان الممثل عمرو واكد، والذي تخرج من الجامعة الأمريكية بعد دراسة العلوم الاقتصادية، وقد شارك في العديد من الأفلام المحلية والدولية، واشتهر بأدوار كثيرة الحقيقة، لكن في دور سيريانا الأمريكي مع الممثل جورج كلوني، وفيلم كونتيجن مع مات ديمون وجود لو، وحصل على العديد من الجوائز مثل أفضل ممثل عن فيلم الشتاء اللي فات Winter of Discontent، والفيلم نفسه حصل على جائزة مهرجان دبي السينمائي الدولي المهر العربي. أهلا بك أستاذ عمرو. أهلا وسهلا. بصي، هو هل قول لنا شوية على الـ Winter of Discontent، الفيلم ده، يعني أنا اتفرجت عليه طبعا وحبيت الفيلم جدا لأنه فيلم بطيء الوتيرة لكن فيه نوستالجيا كبيرة. اشرح لي إيه اللي خلاك تعمل الفيلم ده؟ والله مش عارف، يعني أعتقد إن إحنا كلنا كنا مسيرين بطاقة الثورة الثورة. أيام ثورة يناير الجميلة. فبعد مثلا 10 أيام كده، 11 يوم، لقيت المخرج إبراهيم البطوط بيكلمني وبيقول لي يعني إحنا هنسيب الحكاية كده تحصل قدامنا وما نعملش حاجة. مش عايز تعمل حاجة؟ قلت له آه طبعا عايز، بس يعني هنعمل ايه؟ قال لي انا عندي قصه. عندك كاميرات؟ قلت له اه، ومصور كمان فيكتور كريدي، وهو كان معاه فرح ممثله، فقال لي نتقابل في الميدان احنا الاربعه وهات الحاجه معاك. فجبنا الكاميرات وكلمت فيكتور ونزلنا وقابلت ابراهيم وفرح هناك، فحكالنا القصة اللي هو عايز يعملها، والله زي ما بقول لك كده، وقال لي يلا بقى هنصور فينال الفيلم. اه والله ما اعرفش انت فاكره فينال الفيلم ولا لا. فينال الفيلم ده في ميدان التحرير ايام الثوره بجد، مش جايبين ناس كومبارسات، لا ده كومبارس. كان احنا رحنا في قلب الحدث وصورنا النهايه، والله اعلم هنصور البدايه وعظم الفيلم بقى بعد كده ازاي، ما كناش عندنا اي فكره. بس والله يا مارلين، ده احسن او اسهل فيلم اتمول شفته بيتمول في حياتي. اتمول بالتليفونات، كل جميل. واحد اكلمه واقول له بص احنا بنعمل كده واحنا مش عارفين هنعمل ايه بصراحه، بس يعني احنا ابتدينا تخش معانا. سبحان الله، كله كان متحمس جدا وكله دخل بنية صافية جدا، والفيلم الحمد لله يعني رغم انه ما عملش اي فلوس انما وثق حدث مهم جدا، صحيح. واعتقد انه من الافلام اللي ممكن نرجع لها بعدين علشان نعرف ايه اللي حصل للشخصية المصرية ايام حسني مبارك، والثورة دي تمثل إيه بالنسبة للوعي بتاع الإنسان المصري؟ نعم، فيلم جميل. طيب أنت ليه حمستك ثورة يناير للدرجة دي؟ يعني في ناس كتير نعرف، فنانين كتير، ليه أنت تحمست لثورة يناير؟ لأني طول عمري كنت شايف إن إحنا عايشين في بلد بيتم ابتزازها من قبل جهاز حاكم، وإن أحلامنا ممنوع نحلمها علشان الناس دي عايزة تكمل في الحكم، وإن ما ينفعش اللي أنت بتعمله ده أصل أنت في مصر، وكنت شايف كل الحاجات السلبية. أنا إنسان لم أنصاغ إلى أي شيء مهيأ ليا، فاهم قصدي؟ أنتوا عايزيني أبقى مهندس، خلاص مش هبقى مهندس، هبقى فنان.
عايزين نعمل ايه؟ مش هعمل كده انا، علشان انا عايز احس ان انا اخترت حاجه في حياتي، مش عايز اعيش حياتي كلها كما الاخرين. انا عايز ابقى حد مختلف عن الاخرين، وبسعى اني اكون مختلف حتى لو كان الاختلاف ده بيكلفني اكتر شويه. انما السعاده بتاعت استقلال الذات دي مهمه جدا بالنسبه لي. وبالتالي لعبت جيتار مثلا، قلت انا عايز العب جيتار. قالوا يا عم بلاش هبل بقى وانت هتقرفنا. وكل لما العب جيتار بقى وفي ناس تجي لي وبتاع، وانا اقعد يقول لي ما تقعدش تدوشنا والنبي سيب الجيتار ده بقى الله يخليك علشان مش عارف ايه. وقعدوا كفروني وكسروا مقاديفي لغايه لما حطيتها في دماغي ولعبت في فرقه. نفس الحكايه بالنسبه للتمثيل. التمثيل ايه يا عم وبتاع، وانت هتبقى فنان على اخر الزمن، اصلا انا العيله كلها مهندسين ودكاتره واساتذه ومش عارف ايه، كله في الحته العلم، فما عندناش يعني فنانين في العيله. وكانت كبيره بالنسبه لهم ان هم يتقبلوا الموضوع ده في الاول، وطبعا كان في مقاومه شديده، انما بعد كده المقاومه لانت والموضوع ايه ده، عمرو كان عنده حق، فاهم قصدي؟ فهي الحياه دي الارتباط بكل هذه الضغوط المجتمعية أنا كنت شايفها نتيجة هذا النظام الحاكم الذي يرغب في الحكم مدى الحياة، ويرغب في تأسيس من عائلته الحاكمة إلى عائلة ملكية تملك هذه الأرض وتملك أحلامك وتملك كل شيء أنت نفسك فيه، ويا اما هتقعد تديهولك بالقطاره يا اما هتحبسك لو انت حلمك هيتعارض مع مصالح. فكان عندي مشكله كبيره طول عمري في هذه في النقطه دي في حياتي. وكنت راجل وصل للأربعين من عمره وما شافش تقريبا رئيس تاني في حياته. وكنت شايفها، انا كنت بقى بسافر كتير، وكنت شايفها شيء مؤذي جدا لسمعه صحيح الشخصيه المصريه مصرية في اي حته في العالم. انتوا يا ابني صحيح مش هتخلصوا بقى وتغيروا الراجل اللي عندكم ده، كما لو كنا بهايم وواحد ماسكنا بيه بيحطنا في حظيره، فاهم قصدي؟ صحيح فكان عندي سخط شديد على هذا النظام بيني وبين نفسي، وعارف حدودي وعارف، وكنت انسان جبان زي بقيه الناس. فلقيت فرصه اني ما بقاش جبان، ولقيت فرصة إني أحاول أغير السيستم اللي قدامي أو النظام اللي قدامي علشان أنا معترض عليه ومش عايز أعيش كده. وأنا أحلامي بتقول لي إن الناس دي مصالحها لازم تنتهي دلوقتي، لأن مصالحها بتقضي على أحلامي وعلى أحلام الناس دي. ونزلت، ولما نزلت بقى مفيش بقى أي حاجة أنا قررتها بعد كده، كله مسير بالطاقة اللي لقيتها في الشارع، بالناس، يعني معرفش، إحساس كده، وعي جمعي هو اللي قادني في كل شيء. ما كنتش كنتش بفكر كتير في أي حاجة، وكل الناس كانت أصحابي وحبايبي، والموضوع كان حالة جميلة جدا جدا يعني. أنت من القلائل جدا اللي بقوا مع الثورة ودفعوا ثمن الثورة فيما بعد. في ناس كتير وحتى عملوا مسلسلات وبتاع في بداية الثورة إنها يعني الثورة ما حصلتش وأسقطوا النظام وبتاع وبعدين غيروا مواقفهم. فنشكرك يعني على الاستمرار في مبادئك ودي حاجة نادرة يعني. أنا بس عايز أقول إن أنا يعني مش بطل ولا حاجة، أنا جات لي فرصة إني أحافظ على الصوت، وقعدت فاضلت ما بين المستقبلين، مستقبل مسلوب مني الحرية ولكن عايش في امتيازات وفي رفاهية، أو مستقبل بينعم بالحرية إنما بأقل شوية من المميزات. مش معدومة على فكرة، أنا في حال مماثل جدا للحال اللي أنا كنت فيه أيام ما سبت مصر، وعندي شغل وعندي مكتب وعندي يعني ما عنديش حاجة
قعدت بناء كل شيء خلاص من الاول تاني في مكان تاني، والحمد لله علشان الواحد نيته صافيه لغايه دلوقتي شغال الحمد لله. فما عنديش حلو. ما عنديش مش يعني ما عنديش احساس خلاص باني فقدت شيء. الاحساس ده كان في اول سنه او سنتين اني كنت مصمم ولا ولازم ارجع وبعد كده قلت يعني قد يكون قدرك كده يا عمرو بقى، واقبل وحاول تشوف انت فين دلوقتي واعمل بيه حاجه. بالضبط. وقد كان الحمد لله. يعني مثلا انا لولا هذه الخبره ما كنتش عمري هتكلم اسباني. انا دلوقتي بتكلم اسباني، دي لغه رابعه لسه بأضيفها الى هقول ده غير الإيطالي والفرنساوي والعربي والإنجليزي وعملت فيلم بالاسباني، فكده انا عامل فيلم بسادس لغه، انا اشتغلت في ثلاث لغات شيء انا. مذل. فبالنسبه لي في لا، الكوب نصف ممتلئ هو نصف فارغ في نفس الوقت. ما هياش انتصار بس بكل تأكيد ما هياش هزيمة. هنرجع لده بعد شوية، بس عايزة أسأل ليه اتحكم عليك ب8 سنين؟ والله العظيم ثلاثة أنا ما أعرف. يعني بعض الناس قالوا لي علشان فيديو الكحك، كان في ناس عاملين فيديو كحك كده بيتريقوا فيه على كحك الجيش، أيوه فأنا شيرت الفيديو الفيديو. قلت لهم اتفضلوا دي البداية، فقال لك بس عمرو هو اللي عامل الفيديو تعالى هاته. دي كحكة ومنها ينقشها في أم الدنيا غير جيشها، وبيت فرها وقرقشها أكل كتير، خدت إيه مصري من لدك وعجنك يا عين خالتك، دي صعبة أنا علينا حالتك يا وادي يا خطير. قاموا جايبين الناس اللي عملوا الفيديو خلوهم يقولوا في الأقوال بتاعتهم إن عمرو اللي قال لنا نعمل الفيديو. فاهم قصدي؟ حاجة أيوة كده يعني. طبعا. نعم دي طبعا. أنا سمعتها. وفي ناس تانية بتقول علشان كتبت خير بياعين الأرض في تيرانو سنافير على تويتر، فأخدوها بيرسونلي واتهم إهانة مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة. وما اعرفش اي حاجه لانه مش مدني، ده دي نيابه عسكريه، وكله كلام بيجي لي كده من جوه انما هو كلام يعني مؤكد، وهم ما نفوش اي حاجه من اللي انا قلتها، ومعايا تفاصيل عن الموضوع اكتر شويه يعني، والضباط وكده يعني. عندي تفاصيل الحكايه يعني بس بشكل غير رسمي، فما اقدرش ان انا أتناولها تحكيها. يعني. اوكي طيب، نقابة الممثلين، أشرف زكي نقيب الممثلين أصدر قرار في 2019 بشطبك من نقابة المهن التمثيلية، وقالوا على خلفية تصريحات مسيئة لمصر. إيه الموضوع؟ لا، بيتلككوا ما هم لك رجعوا ليه؟ في المحكمة غيروا الكلام ده وقالوا أصل هم ما دفعوش الفلوس مش كده؟ الاشتراك. والله صح. والله أيوة العظيم أيوة أنا يعني فاكرة. كاتبين بيان أيوة وناشرينه على العامة إن أنا راجل خاين، وعشان كده طردوني من أيوة قالوا الخيانة العظمى، من يعني شيء المصطبة مذل. من المصطبة الخيانة العظمى دي لواحد مسؤول في الدولة، زي يكون رئيس طبعا الجمهورية مثلا، أو مش الخيانة من العظمى حق النقابة، مش من حق النقابة. بتوجه لموظف في الدولة واخد مسؤولية وتاجر في المسؤولية دي لمصلحته الخاصة على حساب مصلحة الناس يا ترى مين؟ في بلد. ويا ترى مين؟ ونقيب الممثلين كمان ممكن يتهم بالتهمة دي لأنه واخد مسؤولية في منظمة تبع الدولة الدولة. بشكل كبير. وبالتالي تعال بقى يا أستاذ أشرف زكي قول لي أنت كنقيب
انت زيك زي حسني مبارك كده، انا من ساعه ما وعيت على الدنيا في التمثيل وانت نقيب الممثلين زي ما تكون ابو الهول بتاع الحكايه يعني. عملت ايه بقى سيادتك؟ انا راجل في هذه الصناعه بقالي تقريبا اكتر من 30 سنه. عملت ايه للممثل في ال 30 سنه اللي فاتوا دول؟ ماشي، انا راجل دلوقتي عضو في المهنه التمثيليه الامريكيه. انا علشان عضو في المهن التمثيليه الامريكيه عندي خدمات كتيره جدا في امريكا ببلاش، ومش كده وبس، اهم دور انا شايفه بيعملوه غير المعاشات اللي هتبقى من حقي لما ابطل تمثيل اخدها من النقابه اللي هناك، ان انا كل 3 اشهر بيعملوا مراجعه مع المنتجين اللي انا اشتغلت معاهم، وبيجي لي جوابات كده، ده جواب منهم مثلا، وبيبقى فيه شيك ماشي، يعني مبالغ ما بتبقاش كبيرة قوي يعني، 50 دولار ايش 20 دولار، ساعات بيبقى فيه 100 200 بتاع، انما من كل حاجة انت اشتغلتها ايوه حصة من حقوقك كفنان مبدع بيعمل عمل ابداعي، والعمل الابداعي له حقوق، والعالم في كل العالم النقابات ماشيه كده في المهنه بتاعتنا. يا استاذ اشرف يا زكي، عملت ايه للممثلين غير انك انت رحت شنعت عليهم وكتبت فيهم بيانات فاضيه زي دماغك؟ ما ادي هو اشرف زكي، ما يعملش اي موظف ما دولة. يعملش حاجه زي دي للممثل، لان ده يفيد الممثل. هو مش جاي يفيد الممثل، هو جاي يسيطر على الممثل لحساب نظام قمعي مستبد بالظبط الهدف منه انه يدوس على كل القيم الاخلاقيه والانسانيه في سبيل ان هو يستمر. صحيح صحيح. طيب، قيل إنهم أسقطوا عنك الجنسية، فهل وإنك أصلاً فلسطيني الأصل، الكلام ده إيه بقى صحته؟ أولا لو أنا فلسطيني هذا شرف لا يحظى به الكثير، فالنهاردة إحنا عايشين في لحظة الشعب الحر الوحيد في المنطقة هو شعب فلسطين. مش شيء غريب الحقيقة. الشعب صحيح. الوحيد المحتل من قوى خارجية هو الشعب الوحيد الحر في هذه المنطقة كلها، فأي حد يتقال عليه فلسطيني ده شرف ويتشال على الراس، ومش عايز مش فا مش عارف إذا كان في مصلحتي إني أنفي الإشاعة دي لأنها عجباني بصراحة، فاهمة؟ إنما يعني لأجل الحق يعني، علشان ما بقاش بتطفل في شيء أو في شرف أنا ما استحقوش. أنا في الحقيقة والدي ووالدتي مصريين ومن أصول مصرية، جايز أمي فيها عرق تركي زي زي معظم كل المصريين، المصريين. إنما أبويا من الشرقية وأمي من الدقهلية، ودخلت الجيش ويعني وعملت اللي عليا وإنسان مصري زي بقية المصريين، بس الحقيقة فعلا قلبي في فلسطين، قلبي في المعاناة اللي هو ده مفتاح الحكاية أصلا يعني. في الآخر كل اللي احنا عايشينه وكل اللي احنا بنعاني منه ده علشان فلسطين تم احتلالها، واحنا بصينا الناحية التانية وقلنا يلا، وقعدنا نقول بقى كلام ملوش لازمة عليهم، والنظام هو بيعمل معايا كده ليه؟ انا بقى فهمت يعني، انا قعدت فترة قلت كده في حوار مع بلال فضل، هو علشان هو نظام يعني الى حد ما متصهين، فمصلحة بالنسبة لمين؟ إن يبقى في واحد فلسطيني قاعد كل يوم ينتقد في النظام المصري وينتقد في الرئيس المصري وينتقد في سياساته وينتقد، يبقى ساعتها لما أقعد أقول على ده فلسطيني إيه اللي هيحصل عند القاعدة الشعبية بتاعت مصر؟ هتقول لا دول بيتدخلوا في حاجتنا يا عم، لا سيبهم بقى، سيبهم يتربوا شوية، سيبهم بقى، فيبدأ البلادة دي يعزز من البلادة دي في الإحساس العام تجاه القضية الفلسطينية، وبيستعملني أنا ليه علشان اسم متداول وسهل إن هو ينتشر
فيقدر كمركبة يعني يحط فيه بقى كل الحاجات الوحشة اللي هو عايزها، ويقعد يقول لك يا فلسطين يا خاين يا اللي بايع أرضك. ماشي، فلسطيني خاين وبايع أرضه، مين اللي بيردد الكلام ده؟ ولمصلحة مين؟ صحيح. فبس، فهي الرسمة كده. وقد يكون إن منبع الإشاعة دي هي إسرائيل فعلا، فاهمة؟ وهم عجبتهم وقاموا إيه؟ لاعبين بيها. إنما أنا ما عنديش شك إن الموضوع ما بيخدمش أي حد في المنطقة غير إسرائيل. طيب، وإسقاط الجنسية؟ دي أنا ما يعني ما سمعتش عنها بصراحة. هو اللي حصل إن هم رافضين يجددوا باسبوري، فيعني زيه زي إسقاط الجنسية، يعني ما أقدرش أثبت إن أنا مصري في أي حتة، فاهم قصدي؟ فبس، إنما هل عملوا كده؟ هم ممكن يعملوها طبعًا. ممكن يعملوها، لأن هو شيء، لا ما فيش حد يملك إن هو يعمل كده. المفروض الجنسية اللي أنت مولود بيها، جنسية الولادة دي، جنسية ما حدش ينزعها منك عنوة. نعم نعم طيب، الحاجة الغريبة، وأعتقد النقابة ما عملتش حاجة، بل ربما تكون ساعدت في ده، لما حذفوا مشاهد الفنانين المحسوبين على الثورة، ودي طبعا من الشركة المتحدة اللي هي بتملكها أو بيملكها جهاز المخابرات العامة. إيه الحكاية؟ يعني كمان زي ما كنا فاكر بنحط الأفلام المصري كانت بتشطب على الملك الملك، فاروق، صورة الملك، كانوا صورة الملك، اتخبوا صورة الملك. وأيام السادات كانوا بيشطبوا على صورة عبد الناصر، يعني ايوه، اللي هو في إيه جستابو، إزاي؟ شغل الجستابو نازي، شغل نازي. شغل نازي. بصوا يا جماعة، التاريخ ده احنا عشناه مع بعض اهو، بس الدنيا بس 5 دقايق انا هغيره، علشان انا مش مش شايف ان عاجبني. مش عاجبني انكم تفتكروا التاريخ ده. تغير التاريخ دي شيء في منتهى العباطه، جدا. وشيء يهين اللي بيعمل كده. يعني انت بهذه التفاهه والسفاهه، ان انت مش قادر على ظهوري في مشهد في فيلم، يعني هتغير ايه ده يا ابني؟ ده انا اشتغلت 30 سنه في هذه الصناعه، هتمسحهم ازاي؟ وغيري اللي انت قاعد بتشيل في مشاهدهم مهما عملت. وبعدين عشان تبقى فاهم، انا اقول لك حاجه، عشان انت نظام بجد يعني محتاج انك انت تنسحب تماما. انا بقالي 5 سنين بره مصر، دي سادس سنه اللي انا فيها دلوقتي. انا عملت استفتاء شويه من كام يوم كده على البتاع على تويتر، 80% من الناس اللي عامله لي فولو عامله لي فولو من جوه. 80% من نتيجه الاستفتاء بتفيد ان هم عايشين جوه مصر. فواتيفر اي شيء انت كنت متخيل انك انت تقدر تعمله علشان انت معاك فلوس واشتريت الاعلام واشتريت واشتريت، لا يا حبيبي، احنا في عصر تخطى كل الادوات أيوة العبيطه اللي انت بتلعب بيها دي. صحيح، إحنا بنكلم جمهورنا مباشرة، مباشرة. ما عندناش حاجة لسينيماتك ولا لموزعينك ولا للناس اللي هتشاور مين يقعد ومين ما ي... ومين يشتغل، ما عندناش. خلاص إحنا في عصر أدواته في إيدينا إحنا، مش في إيديكوا أنتوا، ودوركم هيجي وهتنزلوا تحت وإحنا هنطلع فوق، لأن ده مكاننا وده مكانكم. مش عايز يبقى شكل يعني بتقالط يعني، بس هو الحق كده، الحق دايما فوق، وإن شاء الله هنعيش ونشوفه فوق. إن شاء الله. طيب،
حصل ايه انت كنت بتملك شركة زد للإنتاج مش كده؟ مظبوط. حصل ايه في الشركة دي؟ انا بيتهيألي ده احد الاشياء اللي يعني زنقوا عليا عشان امشي، علشان ان انا كنت في صدد اني اعمل اسس شركة ستريمينج زي على غرار نتفليكس كده بس بالعربي، وكنت ابتديت اجمع مجموعة من المنتجين العرب وراس مال من كذا بلد عربي، و راس مال كنا بندور عليه جبنا اكتر منه 3 اضعاف، فاهمه؟ فالفكره كانت بس شغاله الفكرة جدا، حلوة. وكنا عايزين نبدا بقى. فقبل ما ابدا على طول حصل بقى اللعبكه الكتيره دي، وابتدوا يطردوني من بعيد علشان امشي. فاحساسي بيقول ان الشركه كانت شركه والله يعني كنا بنحاول نعمل حاجات ليها معنى. عملنا فيلمين طوال الشتاء اللي فات، أول فيلم طويل، وعملنا فيلم طويل تاني اسمه القط عن تجارة الأعضاء، نفس المخرج برضو إبراهيم البطوط، وعملنا مسلسل غنائي موسيقي عن الموسيقى المستقلة اللي اتولدت قبل أو أثناء الثورات العربية، حلو ده. وعملنا مجموعة كبيرة قوي بقى من الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية. وكنا في الحقيقة يعني شركة ناجحة. بدأنا الأول بدور وب3 موظفين مثلا، يعني أنا سايبها كان فيها 30 موظف وكانت 4 أدوار، وكان عندنا كل المحطات بتاعة إنتاج الفيلم، يعني كان عندنا 4 صالات مونتاج، وكان عندنا استوديو صوت بتاعنا لوحدنا، كان عندنا استوديو تصحيح ألوان على مستوى عالي جدا من سنة في صناعة السينما يعني. وفجأة كان لازم أسيب ده كله وأبدأ من جديد، وسبته والحمد لله بدأنا من جديد، والحال يا إما زي ما كان يا إما أفضل شوية الحمد لله. وعملت جريت يير برودكشن. عملت جريت يير برودكشن هنا في اسبانيا. ماذا تفعل جريت يير برودكشن؟ انا ابتديت الاول عملت خدمات انتاجيه وانتاج لشركه O2 بتاعت الجزيره، برنامج اسمه دهاليز بيتعرض على اليوتيوب. عملت 2 سيزونز، وعملنا خدمات إنتاجية للمسلسل بتاع رامي لما جه يصور في أسبانيا، إحنا اللي تولينا التصوير بتاعه. وحاليا بنحضر إن إحنا نعمل فيلم قصير باللغة الأسبانية، وعندي فيلم طويل برضو بنسعى إن إحنا ندور على تمويل، وفي طبعا مشاريع أخرى شغالين عليها بس لسه ما حصلش اتفاق ما بيننا وبين الطرف الثاني، فمش عايز اذكرها. طيب ليه اخترت إسبانيا؟ علشان الجو والموقع الجغرافي، وابني عايش في فرنسا في جنوب فرنسا مع والدته، فحبيت اكون في مكان اقرب لي، عشان كده برشلونة مش مدريد، لأن بالقطر بعرف أروح في 3 ساعات، طبعا. والحياة جميلة والناس هنا حلوة وبهجة، كل يوم سعادة. قعدت في الأول يعني بحاول أتأقلم يعني، لغاية لما في الآخر يعني اتعلمت اللغة، لازم ما ينفعش حد يعيش في بلد ما يتكلمش لغتها يعني. ده خلاني أحب البلد أكتر، ومتفائل يعني إن هنا في إحساس كده غريب اللي هو كوبري ما بين الغرب والشرق، في حتة عربي كده لسه موجودة في أسبانيا، مش عارف يعني، موجودة بشكل واضح جدا في الجنوب جدا يعني،
تروحي الجنوب تحس انك انت يعني في المغرب، فاهم صح. قصدي؟ صحيح. فالعنصر ده انا شايفه مثير جدا، الشخصية اللي واقفة ما بين الاتنين وهي اقرب الى الشخصية الجلوبال اللي احنا محتاجينها علشان نعرف نعيش الفترة اللي جاية دي على العالم، في العالم مع بعض، من غير ما خلاص الهويات الصغيرة اعتقد هتنقرض، وهيبدأ يبقى فيه هويات اكبر بكتير، وهيبقى في الاخر فيه يعني انا بحب الكريبتو والبلوك تشين، في دلوقتي ديجيتال سيتيزن شيب، يعني انت ممكن تعملي ديجيتال سيتيزن شيب، دومينيكا ديجيتال سيتيزن شيب اسمها، وده بيسهل لك التفاعل مع البلوك تشين عامه، وانك انت مش محتاجه تعملي فيريفيكيشنز بقى ومش عارف ايه والكلام ده، لان خلاص عندك ايدنتيتي او يعني هويه رقميه بتاعتك على الانترنت. فده احنا رايحين في السكه دي، ده لسه دي اول خطوه يعني قريب قوي، هتلاقي يعني ايه اللي يمنع بقى بالتكنولوجيا اللي عندنا النهارده ان اسبانيا دي يبقى فيها 30 40 جنسية، وأمريكا دي فيها 200 جنسية، والجنسيات اللي في العالم مش مربوطة بمكان، مربوطة بفكرة. خدتك في حتة بعيد شوية، معلش. لا بالعكس، يعني حاجة للتفكير. على مر السنين اللي فاتت ومع ظهور سلسلة الكتل أو البلوك تشين والعملات المشفرة زي البيتكوين، العالم الاقتصادي اتقلب من خلال منح الأفراد القدرة على التفاعل مع بعض من غير تدخل من أي طرف ثالث، وتحييد دور المؤسسات الرسمية من بنوك وسلطات وغيرها من مؤسسات الدولة. فهل فعلاً زي ما البعض بيقول البلوك تشين هيكون نهاية الدولة بشكلها الحالي؟ وهل ده معناه أننا هنتحرر من المؤسسات، ولا هتحكمنا مؤسسات من نوع تاني؟ طيب نرجع لمصر شوي. نرجع لمصر. أولا بصفتك خريج اقتصاد، ايوه. إيه رأيك في اللي حاصل في مصر؟ اللي حاصل في مصر ما كانش المفروض يتسكت عليه ده كله. كان المفروض أول لما عبد الفتاح السيسي قال إنه هيترشح للرئاسة كان المفروض كل الناس تبعد عنه. على طول. وهي دي غلطتنا. بصفته إنه عسكري، مش كده؟ بصفته إنه ما كانش جاي علشان يحكم، ووقف قال احنا ما بنعملش كده علشان ما حدش يقول ان الجيش تدخل علشان مصالح ومش عارف ايه. هو شخصية. عمل بالظبط اللي هو عمل بالظبط اللي هو ما قال انه مش هيحصل بالظبط. ما الناس ما كانتش فادي عارفة. اول، ادي اول خطوه. تاني خطوه كان المفروض الناس كلها تبعد عنه بعد تنازله عن تيران وصنافير. ثالث محطه كان المفروض الناس كلها تبعد عنه بعد سد النهضة مع اتفاق المبادئ. في محطات كتيرة جدا الشعب المصري كان المفروض يبتعد عن الراجل ده، وفي كل محطة كلنا طلعنا وقلنا وحذرنا وعملنا كل اللي نقدر عليه علشان نقول إن هذا لا يجوز، وإن ده مصيره هيبقى جهنم، ومحدش سمع الكلام لغاية المحطة بتاعت الاستفتاء اللي زوروه علشان يبقى هو بقى الآمر الحاكم الناهي في كل حاجة في الدنيا، في الماضي وفي المستقبل وفي الشمال والجنوب. كل المحطات دي احنا واقفين، وقاعد بياخد في فلوس ويصرفها على الحاشية بتاعته ما بين عمولات وما بين مصلحة وما بين عقود يديها لهم وما بين صفر شفافية وما تشوفش أي حاجة. مستنيين إيه ده؟ يعني متخيلين بعد ما يحصل ده كله النتيجة هتبقى إيجابية إزاي؟ يعني الطبيعي أنت لو أنت ليك
حاجة عند حد بتروح تاخدها أو بتروح تطالب بيها، أنت حتى ما فيش محاولة، ما فيش محاولة لإضعافه، ما بتحاولش تقاوم بأي شيء، بأي شيء خالص، وسايب وفاكر إن هيجي حد ينقذك. ما هو اللي هيجي هيحتلك مش هينقذك. لو في أي حد جه من غير ما أنت تعمل حاجة هيجي يحتلك، لأن أنت في هذه الحالة والفرصة متاحة الآن. الفرصة مش هتبقى متاحة لو أنت نزلت وقلت أنا عايز حقي، لو أنت نزلت وطالبت وقلت إن الراجل ده اللي عمله أنا مش معاه ومعوش أي مستند يسنده، وإحنا أهو بنقول إحنا مش معاه خلاص، واللي عايز منه فلوس يروح ياخدها منه، إحنا مالنا؟ إحنا ما عملناش حاجة من الحاجات دي، ولا في أي نظام قانوني شرعي بيشرع أي حاجة من الحاجات دي. حتى تيران وصنافير الدستور اللي هو معدله البند فيه بيقول لو في أي تنازل عن السيادة، ما قالش عن ملكية السيادة، بس لازم يعمل استفتاء شعبي. فين الاستفتاء أيوة. الشعبي بتاع تيران لا وصنافير؟ لا ما فيش. يعني في الآخر، يعني كل المحطات دي كان لازم يبقى فيه يقابلها على الأقل تكوينات داخلية هدف، الهدف منها هي المقاومة، إنما مفيش، لأنه هو عامل كده بالجهاز الأمني على كل الناس، وماشي يفتش الناس في الشارع والموبايلات ومش عارف إيه وكل الحاجات دي، إنما الحاجة بتفرض الاختراع. يعني إذا لم يكن هناك أي نية للمقاومة فللأسف اللي جاي هيبقى غامق، واللي بعده هيبقى أغمق بكتير. إذا كان في مجرد محاولة للمقاومة، اللي جاي هيبقى سيء، إنما اللي بعده هيبقى أحسن بكتير. وكده كده عشان نبقى فاهمين، اللي جاي سيء مهما حصل، حتى لو شرعت في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ونجحت إنك تنقذ كل ما يمكن إنقاذه، ما زال اللي جاي وحش. ليه بتقول كده؟ لأن عندك أولاً مشكلة كبيرة جداً في الولاء، بقى في مشكلة رهيبة في الولاء للبلد. في دلوقتي على الأقل يعني نصف الشباب، وده رقم أنا بطخه من دماغي وقد يكون أكثر أو أقل يعني، بس نصف الشباب مستعد يبيع البلد كلها علشان تذكرة الطيارة يسيبها. هو كل أمله النهاردة إنه يسيب البلد ده، علشان الأمل راح تماما. وكانت الحكاية كده يوم 24 يناير 2011 برضه، إنما بعد 25 يناير كل الناس اللي كانت فقدت الأمل وسافرت كتير منهم رجع، ويا عيني اتصدم صدمة عمره، وفي منهم محبوس من الناس اللي قررت تغير حياتها وترجع علشان بلدها، علشان الأمل رجع تاني. إحنا صحيح. محتاجين اللحظة دي، لو اللحظة دي ما جاتش لا يمكن هيحصل أي حاجة في مصر تفيد بأي ازدهار لأي حد. لازم الناس تمتلك بلدها وتؤمن إن هي دي بلدها وليها ولاء ليها وعليها واجبات تجاهها، حتى لو في بعض الناس ما بتعملش واجباتها. أنا هعمل واجبي تجاه بلدي، وواجبي تجاه بلدي هو إن أنا أقف للصوص دي، وإني ما تفعلش بشكل يمكنهم بأي شكل من الأشكال. أعمل حملات مقاطعة، أقاطع المنتجات بتاعة الشركات اللي جاية تحتل البلد، قطعوها حتى لو هتدفعوا فلوس أكتر. ضحي شوية، في ناس ضحت بعيالها، في ناس ضحت بعينيها، في ناس ضحت بحياتها كلها علشان يبقى في أي شيء أفضل. أنت بقى متخيل إنك أنت لو هتدفع أكتر شوية، ده شيء أنت ما تقدرش تعمله، يبقى ما تطلبش إن حاجة تتغير بشكل
إيجابي، يبقى اقعد على جنب واستنى شوف مين هيمسك السلسلة بتاعتك بعد كده وتفضل مربوط بيها. غير كده في بقى مليون طريق، قاطع الشركات تماما، المنتجات اللي هم بيبيعوها علشان قال ايه يبقوا بيقدموا لك سعر افضل، لا بيضحك عليك، ما تاخدش المنتج بتاعه علشان سعره افضل. بس الناس الحقيقة مش في ظرف مقاطعة، يعني الناس حاليا فعليا مش لاقيين ياكلوا، يعني لأن الأسعار للأسف غالية. أنا عارف، أنا عارف، بس هو لازم يبقى فيه تضحية، لازم يبقى فيه الخطوة بتاعت أنت ماسكني من إيدي اللي بتوجعني، طب أنا إيدي دي مش بتوجعني خلاص، يلا شد عليا وريني هتعمل. لازم يبقى فيه التحدي ده، لازم يبقى فيه أنا السيد مش أنت، حتى لو أنا هموت جوه. واللحظة دي بتتولد تلقائي، بتحصل لوحدها، يعني 24 يناير ما كانتش موجوده، فاهم قصدي؟ و25 يناير برضه، يعني 25 في يناير ابتدى الناس تشوفها، اتوجدت في 28 يناير بقى لما حصل ضرب نار والناس فضلت وفتحت صدرها. ده كان نقطه تحول كبيره جدا. احنا بقى ما زلنا في 24 يناير لغايه دلوقتي، احنا خايفين ابعاد وتبعيات اي حاجه احنا نعملها، ومفهمين الناس ان هم مسيطرين وان هم مش مسيطرين ولا حاجه. ما كانش كل السرقات دي تحصل. يعني انا مش بحاول اقول للناس تنزل ترمي نفسها قدام القطر، لا ده مش قرار صح وده يبقى غباء طبعا، انما لازم تحاول تقاوم باي شكل. ما ينفعش يبقى الناس، حتى الراجل اللي متكتف ومحطوط ركب عليه وبتاع بيفلفص برضه، فلفص اي فلفص، ما تخليش الموضوع بالنسبة لهم سعره رخيص بهذا الشكل، غلي الثمن عليهم. ماشي انا كده كده انت هتحتلني وكده كده هتاخد قوتي انما انا هكلفك بقى مجهود اكتر، انا هقرفك في حياتك لغاية لما انت تزهق من اللي انت بتعمله. هي دي المقاومة. واحنا بعد 2013 قررنا ما نقاومش، مش عارف ليه، مش عارف ليه حصل حاجة في البلد بعد تيران وصنافير تحديدا، الناس فقدت الأمل لأنه نظام تغول، يعني لانه بجح جدا وانتصر بخيانه كبيره بالتليفون، يعني لا هنعدي الحكم، هنلغي الحكم، لا مش فالناس طبعا ما صدقتش ده بيحصل، وما صدقتش ان في مؤسسات واقفه تدافع عن ده. دي مصيبه كبيره، ودي اللي من ساعتها لغايه النهارده كل الولاء اللي بيهاجر ده هو ده السبب فيه. السبب انه مش عايز يقف في مواجهة بينه وبين نفسه، انه يشوف واحد لابس بدلة عسكرية خاين. وبقت الصفة دي مربوطة بهذا الشكل، فبقى عنده أزمة نفسية في انه أنا مش عارف أتعامل مع الموقف ده، وهنعكف وهسيبهم يعملوا اللي هم عايزين يعملوه، مش عايز يخش في المواجهة دي. إنما هي دي الحقيقة، الحقيقة إنك أنت لازم تعمل أي حاجة. ده رأيي، والله أعلم إذا كنت متحامل شوية على الناس قد أكون، إنما أنا مش شايف حل يفيد الناس إلا ده. في حلول تانية كتير، الوحيد الحل اللي هيفيد الناس هي ان الناس ما تسمعش لحد وتنزل تاخد حقها بايديها. مفيش حل تاني هيفيدك صدقني، هيجي مجموعة من جوه السلطة يشيلوه ويجيبوا واحد تاني، هيجي حد من بره يدي فرمانات
ويجي مش عارف ايه، كل الكلام ده انت لو نزلت هتقلب الترابيزة عليه، واللي هيجي هيبقى لازم يرضيك انت قبل اي حد. فأرجوكم يعني، مش عارف اي حد بيسمعنا يعني، يعني حاولوا حاولوا وما تتهوروش طبعا، ترميش نفسك تحت القطر، انما ما تسيبش وما تستسلمش بلا تمن، بلا تمن. معظم الشباب الثوري ساب مصر بعد ما اتسجن واتحبس طبعا طبعا واتبهدل وساب مصر، منطقي واللي ما جدا. سابش مصر موجود في السجون. اه وبعدين في ناس خايفة من الطيارات الإسلامية. الطيارات الإسلامية ده بعبع عبيط قوي، والتعامل معاه كبعبع بهذا الشكل بيكسبه للأسف، وبيخلي المثل بتاع اللي بيخاف من العفريت يطلع له ويحصل. فأنت خايف من الإسلاميين، الحل مش إنك أنت تحبسهم وتعذبهم يا حبيبي. لا طبعا طبعا، فلما هتعذبهم وتحبسهم هيبقى في طار ما بينك وما بينهم. وهو فيه دلوقتي طبعا. آه، ولما هيخرج ده هيطلع طاره عليك. فأنت لازم أنت كراجل مش مع التيار الإسلامي تبقى أول واحد بيدافع عن حقهم في إن هم يتعاملوا كبني آدمين بس. تمام. فدي دي مشكلة في مصر بصراحة. أنا شايف في مشكلة طبعا جبارة في الفصيل الإسلامي، والفصيل اللي هو عايز سياسة بالدين. وفي مصيبة بقى تانية أكبر عند الفصيل الليبرالي، اللي هو بصوا بقى يا جماعة، لو نتيجة الانتخابات جابت إسلاميين أنا هولع في اللعبة. طب يعني هل أنت شايف إن أنت كده بتفيد أي شيء غير الدمار الشامل؟ أنت قاعد بتأجل الدمار الشامل، يعني أنت عايز تقف تشيل مسؤولية الناس اللي اتعذبت واتحرمت من أهلها علشان أنت عايز تمشي في الشارع ما تشوفش دقون؟ يعني مش فاهم. افرض الناس عايزة تبقى كده، هتعمل ايه؟ ده سؤال كل واحد ليبرالي في مصر لازم يسأله في نفسه. هتعمل ايه لو انت صحيت الصبح لقيت كل الناس عايزة تبقى إسلامية؟ هتحبسهم وتعذبهم كلهم؟ هتسيب البلد؟ هتعمل ايه؟ لأن انت، احنا ماشيين في السكة دي، احنا رايحين في السكة دي. كل العذاب اللي هم بيتعذبوه ده بيعمل منهم أبطال. أي حد يتحمل هذا العذاب هو بطل، مهما اختلفت بقى في أفكاره، ما اختلفتش، ده إنسان بطل. أيوة، بس الليبراليين كمان محبوسين. وبعدين أنا ما أعتقدش هي مشكلة ليبراليين وإسلاميين، أعتقد أكتر إنها مشكلة الناس اللي ملهاش لا في الليبرالية ولا في الإسلاميين ولا في أي أيديولوجيا مهما كانت، اللي هو لا، الفترة الشعب اللي اللي فاتت، عايز ياكل. الفترة اللي فاتت يا مارلين، الليبراليين ساهموا بشكل قوي جدا في خلق مناخ متصالح مع تعذيب الإسلاميين. أنا ما شفتش ده. ليه بتقول أنا كده؟ بتكلم إنه الليبراليين خلقوا مناخ؟ إن خلقوا مناخ. طبعا أنا مش بقول كلهم، إنما المتصدرين منهم خلوا الناس تتطبع مع إن بصوا يا جماعة، اللي في السجن ومسلوب حقوقه من أمن الدولة ده اتس اوكي علشان ده إسلامي. أنا ما شفتش ده، أنا يعني مش شايفة ده.
يعني شايفة المحامين مثلا بيدافعوا عن نفس الناس بنفس الطريقة غير لا المحامين. انا مش بقول، انا مش بقول التيار كله، انا بقول المتصدرين المشهد. انا على علم ان كتير جدا من المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان هم في الحقيقه ليبراليين، وكتير منهم بيدافع عن الاسلاميين تحديدا، حقيقي ومش ومعنيش دول، انا بتكلم اللي في الاطار العام، اللي في الاعلام، اللي بيجيبوهم ما الإعلام يتكلموا، ضدنا كلنا. اللي بيجيبوهم الإعلام يتكلموا كضيوف في برامجهم اللي بتشوه الوعي. الناس دي ليها دور كبير في ان الناس تقبل الظلم الواقع على الإسلاميين، وهي ده المفتاح، ده المفتاح الحقيقي، انك انت هتقول لا ده ما يتظلمش لو اسلامي او مش اسلامي، مش دعوه. طب مش ده يعني لو هو الناس اللي بتيجي في الإعلام، هو ما بيجيش حد في الإعلام إلا لو الدولة موافقة طبعا عليه، طبعا طبعا فإذا طبعا مش ده جزء من ما خلقته الدولة، وإنها بتضرب دول في دول؟ في الأول في الحقيقة في الأول ما كانتش الدولة بس، كان في كتير قوي من الناس بتتبرع من نفسها، خصوصا في بعد فض رابعة، وإزاي فض رابعة ده كان شيء لازم يحصل، وكان لازم يحصل بالطريقة دي، وأنا أحد الناس اللي كانت بتدافع باستماتة عن اللي حصل ده، لمجرد إني مختلف بشكل جذري مع الإخوان في أدواتهم وفي فكرهم. ف وبصراحة حسيت إني ليا دور كبير في اللي حصل ده، لأني إنسان محسوب على الليبراليين، وطلعت وخدت المعلومات بتاعت الدولة الدولة، فاهم قصدي؟ وقعدت بقى إيه أنشرها في كل حتة زي العبيط، وعملت من نفسي مسخ، يعني مش سعيد بيه، وما كنتش لوحدي، كان في ناس كتير قوي كلنا بتعمل، كلنا في انما طبعا الرؤية وضحت دلوقتي. ف ايه هو اكبر ذنب؟ هو اللي انا عملته ده، اني ابقى شايف حد بيتظلم واعلل ظلمه لكي انعم وازدهر بحياتي انا، ساعتها مالكش حق في الحياة بصراحة. بس أعتقد تخطينا الوضع ده دلوقتي. يعني تاني دلوقتي أنا قصة تانية خالص. ما بشوفش الليبراليين، برضو هرجع للنقطة دي، إني ما بشوفش الليبراليين مش بيدافعوا عن المظلومين. أنا شايفاهم ربما بعيون وردية أكثر. أنا بيتهيألي كده، أنا شايف إن جزء كبير من عدم التحرك هو إن الليبراليين خايفين من اللي هيعملوه الإسلاميين. ومعاهم حق إلى حد كبير. هي يعني المشكلة يا مارلين إن كلهم معاهم حق. عشان كده المفتاح في إيه بالظبط؟ إنك تضحي. محدش بيطلب منك انك انت تموت نفسك، بس لازم تضحي بحاجه. انت معاك حق، ممكن تضحي بانك تصبر، ما تتكلمش في الموضوع ده دلوقتي. شايفين حد ما بنحبوش وبنديله مساحته، ضحي يا اخي، هو ده مش تضحيه بصراحه، ده حقه، فاهم قصدي؟ بس يعني يبقى فيه شويه تعالى على نفسك، تعال على نفسك، لأن أنت معاك حق وهما معاهم حق وكلنا معانا حق. لو كلنا تشبتنا بحقوقنا الآن هنفضل في الحتة اللي احنا فيها دي دلوقتي، وكله مش الليبرالي هيقول لك لا يا عم، وأنا هتحرك دلوقتي وأقلب الترابيزة، يجي لي الإسلامي يحط لي دقنه والبتاعة والجلابية
واعيش بقى تاني في قندهار زي ما كنا. وانا لا، انا مش هعمل، انا مش هنزل النزله دي، لان دي تضحيه كبيره عليا. هي دي التضحيه اللي انا بتكلم فيها. لا، ضحي، ولو هي دي النتيجه خلاص هي دي النتيجه. هتعمل ايه؟ هتفضل عايش كده بتحارب القدر الحتمي، ولا هتحاول تغير القدر ده بمشاركتك وبتفاعلك مع المجتمع بشكل تاني غير القمع والضرب والسجن والحبس وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده، عن طريق الحوار والكلام وتعالى نعمل يعني ان شاء الله حتى ديبيتس، مناظرات في المواضيع دي، ونبتدي نشوف احنا يا جماعة في مركب واحد هنعيش مع بعض ازاي؟ هنعيش مع بعض ازاي لو اللي جه اسلامي او اللي جه ليبرالي؟ هو انت يعني مش هتلعب الا لو اللي جه ليبرالي؟ ده شخصية ايه دي؟ ده ما انت كده راجل شرير يعني. ده شر. انك انت لن تقبل الخسارة. اقبل. وبعد 4 سنين غير الدفع. وكفاية بقى الناس اللي بتيجي الخوف تمسك انه عشان تقعد مدى الحياة دي. الخوف انه الاسلامي اذا جه ما هو برضو مش هيمشي، يعني لانه يعني احنا بنطلع من عسكر علينا أن نختار، لاسلام. بصي، علينا أن نختار في البناء، في البناء لازم نبني على الأمل. لا يمكن نبني من غير أمل. الأمل هو أساس البناء، ما فيش، وما ينفعش نبني على أساس خوف. خوف ده بتاع الدمار اللي احنا فيه دلوقتي، الخوف من المستقبل الكارثي اللي هيحصل لو الراجل ده قعد 5 دقايق كمان. وده اللي بي 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 بيخلينا ننفجر، ان انا رافض هذا المستقبل المخيف. بعد ما منفجر لازم بقى يبقى عندي امل ابني بيه. الامل ده هنجيبه منين اذا كنا مش عارفين نعيش مع بعض؟ اذا كان في هذا التربص ما بين كل الحقيقة، هو الحل بسيط جدا. الحل هو نعرف نتفاهم احنا بينا وبين بعض، وما يجيش بقى واحد يسخنك ويقول لك اصل دول قالوا كذا وهيعملوا كذا ومسكنا عندهم بتاع وكان معاهم سلاح وقتلوا 1000 واحد ومسكوا 10 أسلحة. ده حاجة مهينة جدا يعني. لازم برضو كراجل يعني بتلقى الأخبار لازم تبص طبعا وتشغل مخك طبعا. لا لا، ما مش صحيح، يعني. مش مظبوط يعني. مش مظبوط. فلازم يبقى عندنا التفاهم، اني اعرف اقعد مع واحد انا ما بقبلش فكره، بس في نفس الوقت عندي استعداد اني اسمعه، وعندي استعداد اني ارد عليه في اللي هو قاله، مش في نفسه بقى. مش اقول له ما انتوا اللي عملتوا مش عارف ايه، واقعد بقى. حوارات كلها تقريبا في السياسة هي طار مبنية على انت عملت ايه قبل كده، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي يا جماعة؟ مفيش حد بيتكلم في الموضوع ده. هنعمل ايه بجد؟ البلد رايحة في 60 حيطة، هي هنتصرف ازاي؟ نعم، هي راحت يعني بكم الهائل من الديون اللي هي فيه، يعني في مشكلة كبيرة طبعا. عمرو واكد الممثل والفنان الثوري الملتزم دائما بمبادئه، ألف ألف شكر. الله يخليك، ميرسي، ثانك يو.